خبير وسائل التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني. أيمن، أهلا بك معنا من جديد في بيلينك. يعني بداية، كيف تنظر لهذه المبادرات والتبرعات التي أعلن عنها بعض النجوم على مواقع السوشيال ميديا؟ يعني هل هي برأيك مسؤولية اجتماعية أم عدوى فنية؟ هلا توني، ما نخلي بالنا نحن أنه المؤثرين على الإعلام الاجتماعي لهم دور كبير. يعني الناس اللي بتتابعهم دائما على الصعيد اليومي عم تتاثر فيهم على وين بيروحوا، شو بيفكروا، شو بياكلوا، وين بيروحوا، ودورهم كثير كبير. وفي عندك نوعين، عندك يعني المشاهير اللي شفناهم هلا بالريبورتاج، مشاهير اللي بنعرفهم من التلفزيون ومن السينما ومن غير محلات، وعندك كمان المؤثرين، الناس يلي هن بالاعلام الاجتماعي وفي عندهم متابعين كثار وبيتابعوهم والناس تتسمع لهم كل يوم. وشان هيك كمان في كثير مؤسسات تجاريه يعني بتتابعهم، يعني بتدفع لهم مصاري كثير لحتى يحكوا بمنتجاتهم لياثروا على الناس. هلا بالكارثه الوطنيه اللي عم بتصير هلا بالاعصار، هول المؤثرين يلي عم بيعملوه هن عم بيلعبوا دورهم، دور اجتماعي ودور واعي لحتى يقدروا يستفيدوا من مكانهم بالمجتمع ومكانهم بالاعلام الاجتماعي، وبيعرفوا هن تاثيرهم على الناس. عم يستفيدوا من هذا الموضوع لحتى يقدروا يساعدوا بهيدي الكارثة الوطنية. فهيدي طرق من الطرق يلي هن عم يتبعوها لحتى يقدروا يساعدوا بهالوضع الصعب. مظبوط، وهالطرق يعني عم مثل ما لاحظنا عم تتجه اكثر للسوشيال ميديا. يعني شفنا منذ قليل بالفيديو التحدي اللي اطلقه النجم كيفن هارت وكيف تفاعل وانضم له عدد كبير من زملائه من نجوم امثال دوين جونسون، دي جي خالد، الين دي جينيرس، كريس براون، نيكي ميناج، جينيفر لوبيز، وخطيبه اليكس رودريغيز، غيرهم كثار كمان. يعني شو رايك بطريقه استخدام كيفن هارت تحديدا لاطلاق هالحمله او هالتحدي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا؟ طبعا هلا كل واحد من هول اللي سميتهم عندهم عدد متابعين كثير كبير على الاعلام الاجتماعي، وكمان كل واحد من هول تقريبا على صعيد يومي وكذا مره بالنهار بيطلع فيديو عن شو عم يعمل هو بالنهار، شو عم يفكر، شو عم يعمل. فاللي بيصير هلا هو لما شخص مثل كيفن هارت عم يطلق هيك حمله معينه عن طريق الاعلام الاجتماعي، بتشوف انه الطريقه يلي اطلقها هو فيها والناس تفاعلت فيها معه. وخلي بالنا كيفن هارت عنده عدد كثير كبير من المتابعين على الاعلام الاجتماعي، لما زملائه كمان يعني المؤثرين الثانيين عم يتضامنوا معه، عم نشوف نحن كمان كله عن طريق الاعلام الاجتماعي، لانه هن يوميتهم هنيك وعم بيقدروا يشاركوا كل لحظه شو عم يعملوا، شو عم يفكروا. بهالطريقه كمان استعملوا الاعلام الاجتماعي ليوصلوا كمان هن يعني هيدي الرساله المعينه انه هن متضامنين، وعم بيدعوا غير ناس ليكونوا متضامنين كمان معهم. نعم، خلينا نحكي شوي هلا عن يعني عن مجمل الاشخاص اللي شاركوا واعلنوا عن دعمهم للعائلات والاشخاص المتاثرين بالاثار هارفي، ولكن خاصه عن ابنه مدينه هيوستن النجمه الشهيره بيونسي، يلي اكدت انها رح تعمل مع فريقها ببيجود يلي هي مؤسسه اسستها بيونسي للمساعدات الاجتماعيه، رح يشتغلوا على المشاركه بعمليات الاستجابه للحاجات. هل كونها من مدينه هيوستن بحط عليها مسؤوليه اكبر برايك امام الراي العام للمشاركه بهالعمليات والتبرعات، ام مجرد كونها فنانه امريكيه كسائر الفنانات؟ هلا هن يعني هي يعني عم تلعب دورها من خلال المؤسسه، والمؤسسه هيدي عندها تاريخها بالمساعده بكذا محل، يعني مش بس بمنطقه هيوستن، وكمان لانه هي بمنطقه هيوستن اكيد يعني كانوا محل يعني كانوا فيه كل الوقت، يعني ربيانين فيه، مقضيين كل هالوقت فيه، كمان عندهم تاثير نفسي شوي اكثر على حالهم لحتى يساعدوا فيه شوي اكثر، بس يعني منه باطار ضغط معين، هو نوع من تاثير نفسي حابين يساعدوا فيه شوي اكثر. وكمان لانه هن موجودين من هالمنطقه بيكون بيعرفوا ناس اكثر وعندهم قوه اكثر يعني كفاعليه، يقدروا يتواصلوا مع الناس ليساعدوهم او مؤسسات ثانيه وهيك. فبس لانه نوع من اطار اللي هن فيه اكثر يلي بيساعدهم ليساعدوا اكثر، بس مش انه ضغط لانه هن مش من هونيك يعني. طيب ايمن، رح نحكي شوي هلا عن التاثير النفسي يلي انت كنت ذكرته هلا من لحظات، برايك شو اللي حرك هالمشاهير اكثر برايك؟ يعني التغطيه الاعلاميه، الصور والفيديوهات، الفيضانات اللي انتشرت بكثافه والاضرار اكيد، ام حملات جمع التبرعات والاصوات يلي ارتفعت على مواقع السوشيال ميديا؟ اليوم شو اللي اثر اكثر؟
هلا يعني بوضع كارثة وطنية هيك وخاصة انه حجمها كثير كبير، الصور اللي عم تطلع والتقرير اللي عم تطلع عم بشوف انه كوضع عم يكون في تأزيم بهذا الوضع، وكمان لأنه الفترة أطول من معاتن من غير مشاكل عم بتصير، فهيدي بتساعد الناس انه تاخذها شوي وقت أكثر لحتى تتحرك، بس لما تتحرك بيتحركوا على صعيد كبير مثل ما شايفين هلا، وكمان بطريقة الحملة طلعت في عالم كثير حابين يساعدوا بس ما في اطار معين واضح لهم يساعدوا فيه، فبهالطريقه كان بطريقه بسيطه واضحه سمحت لهم انه هن يتحمسوا ويساعدوا يعني ويساعدوا ويتدخلوا باطار واضح وبسيط لهم. طيب هلا ماذا عن الفنانين يلي ما انضموا بعد لهالحملات؟ هل لهاللحظه طبعا، هل برايك رح ياثر هالشيء على صورتهم وسمعتهم الفنيه والفان كلوب تبعولهم؟ يعني انا مثلا اذا انا من المعجبين او الفانز تبع ليدي غاغا، بس هلا ليدي غاغا بعد ما عملت اي تصريح، ما اعلنت شيء وما تبرعت باي مبلغ مالي مثل مثلا سائر الفنانات، او مثل على ذكر المثال مثلا ساندرا بولوك تبرعت ب 1 مليون دولار، بمليون دولار للمساعدات. شو لازم تكون ردة فعلي او لكلموا الفانز تبع ليدي غاغا عم يتساءلوا ومنتظرين منا انها تعمل شيء؟ شو رايك؟ هلا هون نحن هن كمشاهير كان بيرجع شوي لتبعهم الشخصي، يعني حتى هن كمشاهير وغير مشاهير بنعرف نحن انه في كثير ناس بالمجتمع بتساعد بصمت ما بتخبر حدا، يعني لانه هن من هالنوع اصلا، يعني قبل ما يكونوا مشاهير ما بيحبوا لما بيساعدوا، فاكيد في كثير من هالمشاهير عم بيلعبوا دورهم لحتى يساعدوا فيه، وكمان هو في موضوع انه منه بس مصاري، كمان في احتياج يعني احتياجات معينه بمناطق معينه، يعني فيهم يساعدوا فيها هن بتليفون او يفتحوا باب معين، وهذا الدور فيهم يلعبوه من دون ما يكونوا ظاهرين على الكاميرا وعلى الاعلام الاجتماعي عم يخبروا فيه بهذا الموضوع. وهن كضغط من المعجبين تبعهم هن كمان يعني كل يوم يعني هالمؤثرين على الانترنت عندهم ضغط معين من هالمؤثرين من هال من اللي عم يتابعون على الاعلام الاجتماعي، فصاروا يعرفوا شوي اكثر انه كيف يعني كيف اذا كان في ضغط معين كيف يعني كيف يتفاعلوا معه، فهو القصه منيح انه يشتغلوا بطريقه صامته واضحه بالطريقه اللي هن بيرتاحوا فيها وبالطريقه اللي اكثر شيء فيهم يساعدوا فيها. نعم، السؤال الأخير يعني رح يكون، هل هناك برأيك، بعرف ذكرت من شوي إنه في بعض الطرق يلي فيهم الفنانين والمشاهير الاستفادة من فنهم وشهرتهم لا توظيفها لخدمات إنسانية وقضايا إنسانية مثل هالحالة اليوم، كيف فيهم شو بعد فيهم يعملوا أمور غير المساعدات المالية؟ كيف فيهم يوظفوا شهرتهم والانتشار الواسع لهم على وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعين الكتار لهم لقضايا إنسانية؟ هلا هي لانه الكارثه على حجم هائل، في كثير طرق معينه للمساعده، من اكل وطاقه وبيوت ولبس، يعني في حجم كثير كبير للمساعده، ولانه كمان في طرق للمساعده، يعني دولار على دولار بيجمعوا وبيزيدوا، فبتلاقي في كثير ناس عم تتبرع، في ناس بتتبرع بدولار او بمليون دولار مثل عم تقول انت، وكمان في كثير ناس عم تنزل على الارض لتقدر تساعد، يعني عم بيقضوا وقت، عم بيقضوا من وقتهم الخاص بخبرتهم الخاصه عم يقدروا يساعدوا فيها، ففي طرق كثير واسعه لانه في عم بيعوزوا مساعده على حجم كثير كبير. خبير وسائل التواصل الاجتماعي ايمن عيتاني، بنشكرك على هالمداخله معنا ببلينك، كنت معنا مباشره من استديوهاتنا ببيروت، شكرا جزيلا لك.